هو يقول ان هناك مجموعه يعني تطعن في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وتظهر بعض مساوئه وتتكلم عليه بدون ادب وكذا، ولكن لا تسب، ولكن انصارهم محبوهم يسبون، لكن هؤلاء الكبار لا يسبون اللي هم يتبعون. على كل حال نحن كنا نظن أنه كما قال الشيخ ابن تيمية في الحديث وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: تهلك فيك طائفتان، محب غال ومبغض قال. محب غال ومبغض قال، المحب الغالي هم الرافضة، والمبغض القالي هم النواصب. فهؤلاء النواصب والروافض كلاهما ضالون منحرفون، وانحرافهم في علي رضي الله عنه. وإذا قال القحطاني في نونيته: إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، يعني غلو حتى أوصلوه إلى الألوهية والربوبية، وغلو أو قلاء وكره وبغضاء لعلي رضي الله عنه، تقول ليس بخليفة ولا يعترفون بإمامته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إذا صح الذي قاله السائل، فهذا يعني أن النصب عاد من جديد. وابن تيمية يقول الآن لا يوجد نواصب، يعني لا يوجد نواصب يعني يبغضون عليا أو يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى يعني النواصب كانوا في فترة معينة ثم انقرضوا. فإذا صح هذا فهؤلاء النواصب، هؤلاء النواصب الجدد والعياذ بالله، الذين يطعنون في علي رضي الله عنه يتكلمون فيه. فعلي وابو بكر وعمر وعثمان العشر المبشرون في الجنة، هؤلاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطعن فيهم أبدا. وكما نمنع الغلو نمنع كذلك البغضاء والكراهية لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الذين يتكلمون في علي رضي الله عنه وسواء كانوا يسبونه مباشرة أو يطعنون في دينه أو يطعنون في يقول فاشل أو كذا والعياذ بالله، فلا شك أنهم نواصب، وأنه لا يجوز لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام في مثل علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله أكبر من هذا كله رضي الله عنه وأرضاه، والله المستعان. هذه عادة تصير ردة فعل، لكن ليست كل ردة فعل تكون مقبولة. حتى حدثني أحدهم يقول كان مجموعة من الرافضة يسبون عمر، فقام واحد من السنة وسب عليا، فقال ليش تسب علي؟ قال يسبون عمر. قال طيب علي استنبت شخبال هذا. فهذا من الجهل، بعض الناس يأخذهم الحماس مع الجهل فيطعنون في أولياء الله تبارك وتعالى بحجة أن أعداء الله يبغضونهم أو يبالغون في حبهم فيسبهم إغاظة لهم، وما درى هذا المسكين أنه يعني صار مثلهم، صار رافضيا من وجه آخر والعياذ بالله. فالقصد أنه لا يجوز الكلام بهذه الطريقة مع واحد مثل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحاديث كثيرة جدا منها من كنت مولاه فعلي مولاه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وغير ذلك. وقال يعني سأعطي الراية غدا: الرجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. والأحاديث الواردة في شأن علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا، فلا يجوز التنقص لهذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه.